المباراة بتاعت مصر ايه رأيك فيها دلوقتي؟ زي الزفت الحمد لله، زي الزفت. يعني المنتخب تفتكر هيكسب كام كام؟ احمد علي اهو الواد ده، انا عايز اقول لك الحاجة حقيقة، يعني هو افضل واحد دلوقتي. منتخب مصر هيكسب كام يا حوت؟ افضل واحد جوه الصندوق، انما كاستلامات وكتحجيز بتاع مروان يعني بيهد الدفاع. انت عايز واحد يجيب جون يا منتخب مصر هيكسب؟ انت هو قريب مع بعض. ها؟ منتخب مصر هيكسب؟ ما فيش رساله بلاش حد. استنى نتيجه في العنوان يا جماعه، مرش. استنى نتيجه في العنوان.